صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم ترتيل القرآن للخطيب يوم الجمعة بصوت كصوت الإمام في صلاته؟ هذا شيء جد الآن، يعني الخطبة والوعاظ إذا جاءوا على الآية رتلوها وجودوها بالتجويد والمدود والغنة وما أدري كيف، هذا تكلف، هذا تكلف. في فرق بين قراءة التلاوة هذه تجود، وقراءة الاستشهاد في الآية هذه ما تحتاج إلى ترتيل. إذا رتلتها ربما إن الناس ينسون الكلام الذي قبلها، ينسون الكلام الذي قبلها، فقراءة الاستشهاد لا ترتل. نعم هي تقرأ مجودة من اللحن، من اللحن المخل بالمعنى، أما التجويد فهذا شيء ثانوي، وهذا محله التلاوة ما هو محله الاستشهاد. نعم.